السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا المحاضرة الثانية لمادة الفارماكولوجي دي الفرقة الثانية، هنتكلم فيها على الـ Adverse Effects and Drug Interaction and Routes of Administration. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة الـ Adverse Effects. الـ Adverse Effects وليها أنواع، عندي طيب A، عندي طيب B، عندي طيب C، وعندي D و E. طيب A، كل دواء له آثار جانبية بيندرج تحتها طيب A. طيب A بتشمل السايد افكتس اللي هي الآثار الجانبية العادية اللي أنا ببقى إيه متوقعها predictable، يعني متوقعاهم. أنا واخدة الدواء ده وعارفة إنه بيعمل التأثير الفلاني، مع إني مش عايزاه، فعشان مش عايزاه بقول عليه سايد افكت. زي مين؟ زي الدواء اللي اسمه كابتوبريل، ده دواء بناخده فيه لما نيجي نتكلم في الكارديو فاسكولار في علاج الهايبرتنشن، في علاج الضغط. بنعرف إن ده من ضمن الأدفيرس افكتس بتاعته انه بيعمل هايبركاليمي. اهي السايد افكتس دي بتندرج تحت انهي تايب من الادفيرس افكتس؟ تايب A، لانها ايه؟ لانها بريدكتابل، لانها انا متوقعاها. يبقى تاني الادفيرس افكت اوف دراج، ادفيرس افكتس اوف دراجز بنقسمها ل 5 سب تايبس، تايب A وB وC وD وE. طيب A اللي هي بتبقى بريدكتابل، انا متوقعاها، معروف كده، بنفتح النشره مكتوب فيها الايه الاثار الجانبيه لهذا الدواء، فدي انا متوقعاها. يبقى اول نوع من التايب A adverse drug reaction هي السايد افكتس اللي هي الاثار الجانبيه. ثاني نوع اللي هو secondary effects. secondary effects يعني ايه؟ زي كده ما بيحصل لما بناخد مضاد حيوي واسع المدى، زي مثلا التتراسايكلين، اي برود سبيكترم انتي بايوتيك، مضاد حيوي واسع المجال واستخدمه لفتره طويله، يحصل ايه؟ بيموت لي الانتستاينال بكتيريال فلورا، وبيحصل معايا ايه؟ سوبر انفكشن باي مونيليا، يحصل معايا سوبر انفكشن باي مونيليا لما بستخدم لفتره طويله، ويحصل معايا كمان ايه؟ جي اي تي ابسيت ودياري، لانه بيموت الايه؟ بكتيريال انتستاينال فلورا. لما باخد مضاد حيوي لفتره طويله يكون برود سبيكترم انتي بايوتيك، بيموت لي البكتيريا الفلورا اللي هي المفروض انها هيلثي بكتيريا موجوده عندي، فمش بس بيموت البكتيريا اللي عامله لي المرض، بيموت لي كمان البكتيريا الحسنه اللي هي المفروض اللي موجوده ايه؟ موجوده نورمال، موجوده عندي في الجسم. بيموت لي، فبيحصل لي سوبر انفكشن للمونيليا، يموت لي الانتستاينال بكتيريا الفلورا، يعمل لي ايه؟ يعمل لي جي اي تي ابسيت ودياري. ثالث نوع بيندرج تحت طيب A adverse drug reaction الاوفر دوز. طبيعي دواء مثلا زي الانسولين لما باخده بلارج دوز ببقى متوقع العين هيدخل في ايه؟ في هايبوجلايسيميا، فممكن الاوفر دوز بدرجها تحت طيب A adverse drug reaction لها ايه؟ predictable، لانها predictable. ورابع حاجه التوليرانس برضو لانه بيبقى بريدكتبل. ايه التوليرانس؟ واحنا قلناها المحاضره اللي فاتت، اللي هو فيلير اوف ريسبونس تو ذا يوجوال دوز اوف ذا دراج، فيلير تو ريسبونس تو ذا يوجوال دوز اوف ذا دراج. الديفينيشن دوت مهم جدا. اللي بيحصل ايه؟ زي ما قلت ان معظم الادويه بتاعتنا بتشتغل عن طريق انتر اكشن مع ريسبتورز، وقلت ان الريسبتورز دي ليها سنسيتيفيتي، فانا كل ما بستخدم الدواء بتاعي لفتره طويله بيحصل ايه؟ الريسبتورز بتاعتي السنسيتيفيتي بتاعتها بتقل، وبالتالي نفس الجرعه من نفس الدواء ده بيقل الاكشن ايه بتاعه بمرور الوقت. الحل هنا عندي، الحل هنا عندي اما ازود الجرعه بتاعه الدواء اما اوقفه لفتره بحيث ان الريسبتور ترجع تشتاق للدواء ده تاني والسنسيتيفيتي بتاعتها تريجين السنسيتيفيتي بتاعتها تاني، وبرجع ادي الدواء بعدها. ده الحل بتاعي عشان اتخطى عمليه التوليرانس اللي بتحصل نتيجه السنسيتيفيتي اللي قلت باستخدام دواء اجونيست للريسبتورز. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي بتكلم على الادفيرس دراج رياكشن، قلنا ان في عندي خمس انواع من الادفيرس دراج رياكشن. اول نوع اللي هو البريدكتبل اللي انا متوقعه، اللي هي بيشمل ايه؟ بيشمل الاثار الجانبيه، بيشمل سكندري افكت نتيجه للونج يوز زي ما بيحصل بعد استخدام البرود سبيكتروم انتي بايوتكس، بتموت البكتيريا فلورا، بكتيريا فلورا في الماوس فيحصل سوبر انفكشن المونيليا، وبكتيريال فلورا انتستاينال بكتيريا فلورا يدخل في دياريه وجي اي تي ابسيت. الاوفر دوز، اوفر دوز زي ما بيحصل مع الانسولين لما باخد لارج دوز سنجل، اهي ما خدتهاش مرات عديده، انا خدت سنجل بس لارج دوز، يعني دي تعتبر اوفر دوز، فطبيعي ان العيان هيدخل في هايبوكلاسيم، فدي حاجه برضو انا متوقعاها.
والتولرانس برضو ده failure of response to the usual dose of the drug، ولها أنواع كتير، في congenital وفي acquired، وفي tolerance معين بيحصل بعد فترة قصيرة مش بعد فترة طويلة من استخدام الدواء، نقول عليه tachyphylaxis مش علينا. يبقى أنا بس اللي يهمني إن أنا بعرف يعني إيه تولرانس، وممكن أحل مشكلة التولرانس دي إزاي، يا إما أزود الجرعة يا إما أعمل حاجة اسمها دراج هوليدي، باخد أجازة من الدواء شوية عشان الريسبتورز، أدي فرصة للريسبتورز إنها تريجين السنسيتيفيتي بتاعتها. دراج ديبندنس اللي هو انا برضو شرحناه في المحاضره اللي فاتت، ان انا اتعودت على الدواء، اتعودت على الدواء مجرد سايكيك فنقول عليه هابيتويشن، ولا سايكيك وفيزيكال ديبندنت. سايكيك يعني ايه؟ يعني لما اتعود على الدواء ولما اقطعه يحصل بس ايه، مجرد ايه، تعكير مزاج، سايكيك كريفنج فور ات، انا يعني زي ايه، زي اللي بيشرب شاي او قهوه او مثلا ما يصحى من النوم مثلا، لما يجي يصوم بيلاقي، بص يلاقي مزاجه متعكر ومش فايق ومش رايق ومش عارف يركز، ده اسمه ايه؟ ده هابيتويشن، اتعود على الزانسينز اللي هو الكوفي والتي، دول تبع ادويه اسمها ايه، برين ستيمولانت اسمها زانسينز، هناخدها في السي ان اس ان شاء الله. فيحصل معايا ايه؟ معايا هابيتويشن. فالهابيتويششن يعني ايه؟ يعني سايكولوجيكال ديبندنس اون ذا دراج. لما بوقفه بيحصل سايكينج craving for a for it او psychic او short period of emotional distress، احس ان انا مش رايقه ومحتاجه للدواء ده، زي ما بيحصل مع الزانسينز اللي هي الكوفي والتي. امال الادكشن؟ لا، الادكشن بقى ده ادمان. يعني ايه؟ يعني مش بس psychic dependence، ده كمان في physical dependence. يعني ايه برضو؟ يعني انا باخد الدواء بيعمل لي تاثيرات معينه، لما بوقفه بيحصل عكس هذه التاثيرات، بيحصل حاجه اسمها withdrawal symptoms او بيحصل معايا abstinence syndrome. withdrawal symptoms او abstinence syndrome، وده مشهور بيها طبعا المورفين والكوديين وكده، دول ايه؟ ده الادكشن. دي حاجه انا متوقعه عارفاها، معروف ان الدواء ده addicting، ومعروف ان الادويه دي بيحصل عليها habituation والادويه دي بيحصل عليها addiction. خلاص، يبقى ايه الفرق بين الادكشن وبين الهابيتويشن؟ الهابيتويشن انا بتعود عليه سايكولوجيكالي psychic dependence، while addiction لا، ده psychic وايه وphysical. وبيحصل معايا ايه؟ ده لما وقف الدواء في الهابيتويشن، يحصل معايا لما وقف الدواء في الهابيتويشن مجرد بس psychic craving for it، ابقى مزاجي مش رايق، عندي short period من emotional ايه distress يحصل معايا. اما في الادكشن لا، ده لما وقفه بيحصل withdrawal symptoms او بيحصل abstinence syndrome، بيجي البيشنت بتاثيرات عكس التأثيرات اللي بيعملها الدواء اللي كان بياخده، الدواء اللي هو اللي أدمنه واللي كان بياخده لفترة. حاجة كمان بتندرج تحت طيب إيه؟ حاجة اسمها آياتروجينيك، ماشي، آياتروجينيك أدفيرس دراج رياكشن. دي بتحصل نتيجة إيه؟ نتيجة إن الدواء ذات نفسه هو اللي عمل إندكشن للإيه؟ للديسيز، ماشي، زي مين؟ زي ما بيحصل مع دواء اسمه كلور برومازين، ده لما باخده بيقلل لي الدوبامين، لان هو اصلا الدوبامين ايه ريسبتور بلوكر، مش مشكله، المهم بعرف ان في حاجه اسمها كلور برومازين وبيعمل ايه، وبيعمل باركنسونيزم. انا باخده في الناس انتي سايكوزيس، هو انتي سايكوتيك دراج، وفي نفس الوقت بيدخلني بقى في مشكله وبيدخلني في ديسيز اسمه ايه، باركنسونيزم. طب ولا عندك كان جاي بيه؟ لا، امال جاله منين؟ جاله لما استخدمنا الدواء اللي هو اسمه كلور برومازين. يبقى تاني انا اتكلمت دلوقتي على ايه، على اول طيب من الادفيرس دراج رياكشن، طيب ايه اللي هو بريدكتابل ادفيرس دراج رياكشن. وقلنا بريدكتابل ادفيرس دراج رياكشن اما انها تكون اثار جانبيه سايد افكتس، او تكون انها تكون سيكندري نتيجه لاستخدام الدواء لفتره زي البرود سبيكتروم انتي بايوتيك، او انها تكون اوفر دوز، ماشي، جرعه زياده يعني، اما انها تكون توليرانس، ماشي، اما تكون انها ديبندنس، وقلنا دراج ديبندنس اما ان يكون هابيتويشن او ادكشن، او انها تكون ايتروجينيك اللي هي دراج انديوز ديسيز، زي ما بيحصل مع الكلور برومازين اللي بيعمل لي باركنسونيزم. الادفيرس دراج رياكشن اللي هي طيب بي ادفيرس دراج رياكشن بنقول عليها ان بريدكتبل، ما بكونش متوقعاهم، الدواء ده مش مفروض انه يعمل الاثار دي، ولا مكتوب في الاثار الجانبيه بتاعته ان هو بيعمل لي كده. الانبريدكتبل دول عندي ايه؟ عندي حاجتين، عندي الهايبر سنسيتيفيتي
اللي هي الالرجيك رياكشن، وعندي الايديوسينكراسي اللي هي الفارماكوجينيتكس. الهايبر سنسيتيفيتي من اسمها كده حساسيه، دي عباره عن ايه؟ الديفينيشن بتاعها ده مهم. ابنورمال رياكشن تو ذا دراج ديو تو انتيجين انتي بودي رياكشن. واشهر دواء بيعمل حساسيه ومعروف انه بيعمل حساسيه البنسلين، ماشي، والحساسيه بتاعته ممكن تدخلني اب تو انافيلاكتيك شوك. تمام. امال يعني ايه ايديوسينكراسي او فارماكوجينيتيك؟ دي ابقى نورمال رياكشن تو ذا دراج نتيجه ايه؟ نتيجه جينيتك ديفكت. زي ايه؟ زي الكولين، البلازما كولين استريز. لو انا الجين اللي بيمسؤول عن السنسس بتاع البلازما كولين استريز مش موجود فمفيش بلازما كولين استريز، يجي البيشنت قبل العمليه ياخد ساكسنايل كولين، ساكسنايل كولين ما يتكسرش لان ما عنديش بلازما كولين استريز، فيحصل ايه؟ يدخل في حاجه اسمها ساكسنايل كولين ابنيا وريسبيراتوري فيلير، والبيشنت ايه؟ يموت. ودي تاثير انا متوقعه لا مش متوقعه، المفروض عادي الساكسنايل كولين بياخده كل الناس وبيتكسر بلازما كولين استريز وهو شورت ديوريشن اوف اكشن، المفروض ما تدخلنيش في الحاجات دي. الله، يعني امال التاثير ده جه منين؟ جه نتيجه جينيتك ديفكت انا ما كنتش اعرفه واتفاجئت بيه وعرفته لما العيان خد هذا الدواء. فعشان كده طيب بي ادفيرز دراج رياكشن عباره عن انبريدكتبل ابنورمال ريسبونس. وقلت في منها نوعين، عندي هايبر سنسيتيفيتي اللي هي الالرجيك رياكشن، وعندي الايديوسينكراسي اللي هي الفارماكو جينيتكس. تايب سي اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ادفيرس دراج رياكشن نتيجه لونج يوز لونج تيرم للدراج، كرونيك يوز للدراج. زي مين؟ زي البيشنت اللي بياخد كورتيكوسترويد، بياخد كورتيزون، طول ما انا باخد كورتيزون عماله ايه؟ بسحب الكالسيوم بتاع البلازما وادخل فيه اوستيوبروزس. فاي بيشنت بياخد كورتيزون لفتره طويله بيدخل فيه اوستيوبروز. اهو التاثير ده من الادفيرز دراج رياكشن بنقول عليه تايب سي، لانه حصل ايه؟ نتيجه كرونيك يوز لهذا الايه؟ لهذا الدواء. تمام. ده تايب سي ادفيرز دراج رياكشن. تايب دي ادفيرز دراج رياكشن ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا اخدت الدواء لفتره، ماشي، وبعد كده ايه؟ ظهر الاثار بتاعه اللونج الكرونيك ادمنستريشن دي فيما بعد. زي مين؟ زي مثلا انا خدت ادويه معينه وانا حامل في الفيرست تريمستر في البريجننسي، خدت في الفيرست تريمستر ادويه، الادويه دي عملت ايه؟ عملت فيتال ابنورماليتي، فنقول عليها ايه؟ ده الدواء ده تراتوجينيك دراج. فيبقى التراتوجينيك دراج عباره عن ايه؟ ده الدراج اللي بينديوس فيتال ابنورماليتيز، ماشي، بالذات الادويه اللي بتتاخد في الفيرست تريمستر في الثلاث شهور الاولى. دلوقتي التاثير بتاعه بان في ساعتها؟ لا، ده بعدها بتسع شهور والبيبي حصل خلاص اتولد، وبنبص نلاقي حصل عنده ايه؟ في فيتال ابنورماليتيز، نقول اه ده من تاثير الدواء. فده انهي تايب بقى من الادفيرس دراج رياكشن؟ ده تايب دي. ده بيحصل اوكير افتر ايه؟ ليتنت بيريود فروم كرونيك ادمنستريشن اوف ذا دراجز. تمام. ليتنت بيريود فروم كرونيك، مش بعدها بفتره، يعني انا خدت الدواء هو وقفته خلاص بس تاثيره بقى ظهر، ظهر في صورة ايه؟ تراتوجينيستي. ده لو خدت انا دواء معين في الفيرست تريمستر بالذات، يعني سبيشيالي في ادويه على فكره بتتاخد برضه في السكند في الثيرد وتعمل لي تراتوجينيستي، بس المشهورين قوي تراتوجينيك دراجز اللي بيتاخدوا فين ويعملوا لي تراتوجينيستي ويعملوا لي فيتال ابنورماليتيز، بيتاخدوا في الفيرست تريمستر، هم دول المشهورين ويعملوا لي تراتوجينيستي. امال يعني ايه كارسينوجينيستي؟ كارسينوجينيستي زي الناس اللي بيدخنوا، هو اللي بيدخن اسبوعين زي اللي بيدخن سنه زي اللي بيدخن 20 سنه، ماشي، وفي ناس بيدخنوا الفتره الطويله دي كلها ما يجرى لهمش حاجه، وفي ناس يدخنوا بعد وممكن يبطلوا كمان تدخين، بس ابص الاقي عنده ايه؟ عنده كانسر لنج، عنده برونكوجينيك كارسينوم، ماشي، ابص الاقي عنده ايه؟ سرطان في الرئه. اهو ده برضو بيندرج تحت انهي ادفيرس دراج رياكشن؟ ده بيندرج تحت تايب دي ادفيرس دراج رياكشن، تراتوجينيستي وكارسينوجينيستي. ده عباره عن دراج بيعمل لي فيتال ابنورماليتيز يبقى تراتوجينيستي. كارسينوجينيستي بقى زي مين؟ زي التوباكو سموكنج اللي بتعمل برونكوجينيك ايه؟ كارسينوم. امال طيب ايه؟ طيب ايه ده بيحصل نتيجه ايه؟ ده ادفيرس دراج رياكشن بيحصل افتر ويزدرول للدراج. زي مين؟ اللي بيمشي على كورتيزون فتره طويله وبعدين فجاه يقوم موقف، ماشي. احنا ما هنيجي ناخد الجزء بتاع الاندوكراين وانتوا هتاخدوه في الفسيولوجي، لان في حاجه اسمها عندي فيدباك، طول ما انا باخد الكورتيزون من بره انا موقفه الانتاج بتاعه من عندي، خلاص خلاص، لان انا موقفه الهرمون اللي بيعمل له ستيميليشن من فوق من البيتيوتري، وبالتالي الجسم ما بيصنعهوش، معتمد عليه انه باخده من ايه؟ من بره، بيحصل عليه نيجاتيف فيدباك.
اجي بقى البيشنت ده اخد فتره كورتيكوسترويد لفتره، وقمت بعد كده ايه، قمت بعد كده موقفه، يحصل لي ايه، يحصل لي حاجه اسمها اكيوت اديسونيان كرايسيس. ماشي، اكيوت اديسونيان كرايسيس نتيجه سادن وذرول للكورتيكوسترويد اللي انا واخداها بقالي فتره، سادن وذرول للكرونيك كورتيكوسترويد ايه ثيرابي. تمام، هناخد طبعا الاكيوت اديسونيان كرايسيس دي بالتفصيل في الاندوكراين، لكن انا اعرف ان الاكيوت اديسونيان كرايسيس دي اللي حصلت نتيجه اكيوت وذرول للكرونيك كورتيكوسترويد ثيرابي ده ممكن ايه، طيب ايه يندرج تحت انهي طيب من الادفيرس دراج رياكشن، بيندرج تحت طيب اي. الجزء الثاني من محاضرتنا النهارده هنتكلم على الدراج انتراكشن. تمام، يعني ايه دراج انتراكشن؟ يعني انا لو انا بستخدم اكتر من دواء، لو كبيشنت انا كاتبه للبيشنت في الروشته بتاعتي كذا دواء، فالادويه دي هل ممكن تاثر على بعضها، يحصل تفاعل فيما بينها؟ هو ده دراج انتراكشن. فممكن ياثروا على الفارماكوكاينتكس بتاعه بعض، ياثروا على الابسوربشن الديستريبيوشن الميتابوليزم الاكسكيوشن بتاع بعضيهم، او ياثروا على الاكشن، فيبقى فارماكو دايناميك انتراكشن. عندي الدراج انتراكشن اما ان يكون فارماكوكاينيتك انتراكشن او ان يكون فارماكو دايناميك انتراكشن. بيحصل امتى؟ بيحصل نتيجه كونكوميتنت ادمنستريشن لاكتر من دواء في نفس الوقت. تمام، يا اما ياثروا على الكاينيتكس بتاعه بعض او ياثروا على الداينامكس بتاعه بعض. ياثروا على الكاينيتكس بتاعه بعض زي ايه؟ يعني ممكن مثلا في الادويه اللي ممكن اخدها مع بعضيها وتاثر على الابسوربشن، زي مثلا الجاستريك بي اتش. لو انا خدت ادويه زي الانتاسيدز، ماشي، بتقلل الابسوربشن بتاع الاسبرين. اشمعنى؟ اصل الاسبرين اسيتك دراج، والاسيتك دراج الابسوربشن بتاعه بيكون احسن في اسيتك ميديا في الاستومك. فانا لو خدت انتاسيدز ومعايا اسبرين، فالاسبرين الابسوربشن بتاعه ايه؟ هيقل، لان الاسبرين المفروض ان هو اسيتك دراج، بيحب الابسوربشن بتاعه في الاسيتك ميديا اللي هي مين؟ اللي هي الاستومك، لان يعني هو اسيدك واسيدك، فهيبقى الدراج عندي هنا ايه؟ نان ايونايزد، فهيبقى الابسوربشن بتاعه ايه؟ احسن. انا بقى لو باخد في نفس الوقت باخد انتاسيدز، اعرف كده من الاول الابسوربشن بتاعي، يعني انا دراج انتراكشن بين مين ومين هنا؟ بين الاسبرين والانتاسيدز، بيأثروا على بعض، بيضادوا بعض فين؟ في الابسوربشن، عن طريق تاثير على مين؟ تاثير على البي اتش. خلاص، كمان حاجه كمان، ان كل ما كان الانتستاينال موتيليتي بتاعتي زياده، كل ما يقل الابسوربشن بتاع الايه؟ بتاع اي دواء بيتاخد. عشان كده ديورنج دايريا بيقل كل الدراج ابسوربشن اللي بيتاخد ايه؟ بيتاخد باي اورال روت. البيشنت اللي عنده دايريه وخد دواء بالفم، هتبص تلاقي الابسوربشن بتاعه ايه؟ يقل، لان الموتيليتي في الدايريه بتبقى ايه؟ بتبقى زياده. يبقى ده بالنسبه ليه الابسوربشن، ازاي الادويه ممكن تاثر على الابسوربشن بتاع بعضيهم. وخدنا المثال بتاع الاسبرين والانتاسيدز، وخدنا ازاي الانتستاينال موتيليتي ممكن تاثر لي. يبقى معنى كده ان اي دواء برده مش دايريه بس، ممكن في، على فكره امثله انا شلتها لان اسامي الادويه هتبقى كتير في الجزئيه دي، فكفايه عليا بس ابقى انا عارفه ان لما الانتستاينال موتيليتي تكون زياده الابسوربشن بتاع الدراجز بيقل، وابقى عارفه ان بيحصل دراج انتراكشن بين الاسبرين والانتاسيدز، بيأثروا ايه على الابسوربشن بتاع الانتاسيد، بتقلل الابسوربشن بتاع الاسبرين عن طريق انها بتقلل الاسيديتي الاسيتيك ميديا اللي الاسبرين المفروض بيبقى ابسوربت ايه منه. في فارماكوكاينيتك دراج انتراكشن على مستوى الايه، على مستوى الديستريبيوشن. احنا قلنا في الديستريبيوشن ان الدراج بتاعي بيبقى موجود في صورتين، في البلد موجود في صوره مع البلازما بروتين بايندنج، وموجود في صوره فري. الادويه بتتفاوت فيما بينها في الافينيتي بتاعتها، مين فيهم بيحب البلازما بروتين بايندنج اكتر من التاني، بيتفاوت، مش ثابتين. كل دواء وله بلازما بروتين بايندنج افينيتي مختلفه عن التاني. فانا لو كنت باخد دواء وماسك في امانه الله في البلازما بروتين بايندنج بتاعته، جيت خدت دواء الافينيتي بتاعته اقوى، بيعمل ايه؟ بيقوم زايح الدواء اللي كان ماسك قبليه ده من البلازما بروتين بايندنج سايت، وينزله فين؟ في البلاد، يبقى فري، يبقى اكتف، ويمسك هو مكانه. زي مين؟ زي السلفونامايد، بيديسبليس البلوروبين من البايندينج سايتس بتاعتنا، ويعمل ايه؟ ويعمل هايبر بلوروبينيميا، البلوروبين يزيد، ما خلاص نزلته بقى فري في البلد، فالبلوروبين يعلى ويحصل كيرنكترس في الايه؟ في الاطفال. مع مين؟ مع السلفونامايد. والمثال الثاني ان الاسبرين برضو لما باخده
بيديسبليس الاورال انتي كواجلانت برضو من البلازما بروتين بايندينج سايتس، فيبقى في دراج انتراكشن على مستوى الديستريبيوشن او اللي هي انهي حته بالظبط، اللي هي حته البلازما بروتين بايندينج على حسب الافينيتي بتاع كل دراج. كل ما كان الدراج الافينيتي بتاعته للبلازما بروتين بايندينج زياده، كل ما يقدر يزيح الدواء الاخر من البايندينج سايتس بتاعته. فالدواء اللي هيسيب البلازما بروتين بايندينج سايتس ده وهينزل فيه البلاد هيبقى فري وهيبقى اكتف، وممكن ادخل في ايه، في توكسيستي. عشان كده المثال بتاعنا السلفوناميد بيديسبليس البلوروبين ويدخل البيبي في ايه، في هايبر بلوروبينيميا وكيرنكترس مع السلفوناميد، والمثال الثاني الاسبرين مع الانتي كواجولانت ويدخل في ايه، في نزيف. على مستوى الميتابوليزم برضو خدناها المرة اللي فاتت، اللي هو الليفر ماكروزومال انزيم انديوسر والليفر ماكروزومال انزيم انهبيتور. لو انا باخد دواء هو اللي اصلا ليفر ماكروزومال انزيم انديوسر وخدت دواء تاني معايا، بتوقع ايه؟ بتوقع ان الريت بتاع الميتابوليزم هيزيد بتاع الدواء اللي انا باخده اصلا كانديوسر والدواء التاني اللي بيتاخد معه الكونكوميتنتلي ادمنستريتد دراج، فالمفروض ان انا ازود الجرعه بتاعته، والعكس صحيح لو كان ليفر مايكروزومال انزيم انهبيتور. على مستوى الاكسكريشن، ودي بقى نقطه مهمه جدا عايزين نعرفها، ان انا عندي كنا بنقول ان المين سايت للاكسكريشن بتاعي هو الكيدني في اليورين عن طريق ايه، ان الدواء ينزل في الايه، في اليورين. وقلت ان كل ما كان الدواء بتاعي ايه بقى، ايونايزد ووتر سولوبل، كل ما كان هيبقى ايه، وهيبقى الاكسكريشن بتاعه اسهل. من ضمن الحاجات اللي كانت بتأثر لي قوي على الاكسكريشن بتاع الدراج هي البي اتش بتاعه اليورين. هي البي اتش بتاعه اليورين اخبارها ايه؟ والله قال لك ان الاسيديك دراج تحب تنزل في زي ما عكس الابسوربشن، اسيديك دراج زي ما قلنا الاسبرين كان بيحب يبقى ابسوربد من الاستومك، لسه قايلينها في المثال بتاع الابسوربشن. هنا بقى الاسيديك دراج عشان يحصل لها اكسكريشن كويس واحفز الاكسكريشن بتاعها اعمل ايه، الكالينايزيشن لليورين، لان لما بعمل الكالينيزيشن لليورين الدراج بيبقى مور ايونايزد. تمام تمام، يبقى الكالينيزيشن لليورين بيزود الاكسكريشن بتاع الاسيتيك دراج، والعكس صحيح اسيديفيكيشن لليورين بيزود الاكسكريشن بتاع بيزك دراجز. كل الكلام ده مهم جدا ويجي اسئله ومشهوره وسهله. ده على مستوى الفارماكوكاينيتك، ده دراج انتر اكشن على مستوى الفارماكوكاينيتك. هي ممكن الادويه تاثر على الكاينيتك بتاعت بعضيها او على مستوى الابسوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن، واحنا كده ايه قلناهم. طب الفارماكوديناميك انتر اكشن، يعني ايه فارماكوديناميك انتر؟ انا باخد دوايين مع بعض في نفس الوقت، والله الدوايين دول يا اما ان هم يساعدوا بعض والإفكت بتاع الدواء ده هو يساند الإفكت بتاع الدواء ده هو أجمع الإفكت بتاعهم مع بعضه، فنقول عليها addition أو summation، أو ممكن نقول 1+1=2. ففي الحالة دي أنا لو أنا عايزة أصلا الإفكت بتاعي therapeutic effect بتاعي أنا عايزة 1، يبقى أنا أعمل إيه؟ ممكن أقلل جرعة الدواء ده وجرعة الدواء ده، فيطلع لي في الآخر therapeutic effect اللي هو رقم 1 اللي أنا عايزاه تاني. يعني إيه addition؟ يعني إيه summation؟ بجيب الدراج أكشن الأولاني واجمع عليه الدراج اكشن التاني، فيجي محصلة استخدام الدوائين في نفس الوقت هي مجموع الدراج اكشن بتاع كل من الدوائين. ده الاديشن او الصميشن، وده بيديني فرصة ان انا اخد نص جرعة الدواء ده ونص جرعة الدواء ده، وفي الاخر هيديني نفس الثيرابيوتيك افكت اللي انا كنت عايزاه. طب وانتي اصلا ليه بنستخدم دراج كومبينيشن؟ عموما الدراج كومبينيشن بستخدمه علشان اقلل حدوث التولرانس، ما هو كل واحد فيهم بيبقى شغال بميكانيزم، وده بيبقى بالذات بيبقى كويس قوي دراج كومبينيشن في التريتمنت بتاع الانفكشن، بيبقى دايما في الانتي بايوتيك لما يكون الانفكشن بتاعتي سيفير او ريزيستنت، وفي تيومر في انتي كانسر دايما نبص نلاقي فيه كومبينيشن، لان كل دواء فيهم بايه بيشتغل بميكانيزم معينه، فباخر ديفلوبمنت لحدوث الدراج ريزيستنس، يحصل مقاومه للدراج وباخر حدوث التولرانس. كل واحد فيهم شغال بميكانيزم معين وبطريقه معينه على ريسبتور معين مثلا. تمام تمام، فده اول حاجه. تاني حاجه كمان لما بقلل جرعه الدواء بقلل الاثار الجانبيه اللي ممكن تحدث منه، يبقى انا كده قللت جرعه الدواء وفي نفس الوقت ايه خدت نفس الثيرابيوتيك افكت بتاعي. ففي والله ممكن اخد دوايين يساعدوا بعض ويبقى مجموعي في الاخر النت ريزلتنت هو مجموع دراج اكشن بتاع كل من الدوايين.
او النوع الثاني من الفارماكوديناميك دراج انتراكشن اللي هو السينرجيزم، ان دواء يقوي دواء. يعني ايه؟ يعني دواء له ثيرابيوتيك افكت بمقدار واحد ودواء تاني له ثيرابيوتيك افكت بمقدار واحد برضه. ابص الاقيهم لما باخدهم الاثنين مع بعض يطلع لي في الاخر الثيرابيوتيك افكت بتاعي الاقيه 3 او 4 او 5. في الحاله دي حصل ايه؟ حصل ان مش بس ده، مش بس حصل جمع الافكت بتاع كل من الدوائين، لا ده حصل كمان ايه؟ زياده وتقويه، سينرجيزم. نقول عليها ايه؟ سينرجيزم. امال يعني ايه بوتنشيشن؟ بوتنشيشن يعني دواء ملهوش افكت على حاجه معينه، بس وجدنا اللي ما باخده مع دواء تاني بيزيد الثيرابيوتيك افكت، النت ريزلت بتزيد. يعني دواء كده ملوش، زي مين مثلا؟ زي دواء الاسبرين. الاسبرين ده هناخده في السي ان اس ان هو ايه؟ انالجيزك، انتي بايوتيك انالجيزك، لكن ملهوش ايه؟ ملهوش تاثير منوم، ما بيعملنيش هيبنوزس. يعني ما هوش هيبنوتيك، ما هوش منوم، بس وجد انه لما بيتاخد الباربيتوريت معاه ابص الاقي الباربيتوريت ايه؟ الافكت بتاع الاسبرين الانالجيزك افكت بتاعه ايه؟ عالي، مع ان الباربيتوريت ما هيت انالجيزك. يبقى دواء ملهوش افكت خالص زي الباربيتوريت، ملهوش افكت كانالجيزك، والاسبرين هو اللي انالجيزك. بصينا لما لقينا ناخد الباربيتوريت مع الاسبرين، اخد المنوم اللي هو الباربيتوريت مع الاسبرين، ابص الاقي الانالجيزك اللي هو التاثير المسكن للاسبرين زياده، زياده عن المتوقع. دي بنقول عليها ايه؟ بوتنشيشن. يبقى البوتنشيشن ان دواء ملوش افكت واخده مع دواء تاني يحصل ايه؟ يحصل زياده في الافكت بتاع الدواء الاخر. زي المثال بتاع الباربيتوريت اللي هو ملهوش انالجيزك افكت، لما يتاخد مع الاسبرين اللي هو اصلا انالجيزك، ابص الاقي الانالجيزك افكت بتاع الاسبرين ايه؟ انكريست. اخر حاجه بقى ايه؟ احنا كنا التلات امثله دول الاديشن اللي هي الصميشن والسينرجيزم والبوتنشيشن، كل ده ايه؟ الادويه بتساعد بعضها، بتساعد بعضها بالمجموع بزياده عن المجموع اللي هي السينرجيزم، ببوتنشيشن اللي هو حاجه ملوش خالص زيرو زائد واحد يديني اتنين، تمام؟ اللي هي البوتنشيشن. اخر نوع بقى من الفارماكوديناميك دراج انتراكشن اللي هو انتاجونيزم. اللي هو ايه انتاجونيزم؟ يعني ايه انتاجونيزم؟ من اسمها ان دواء بيانتاجونايز، لما اخدهم الاثنين مع بعض يعكسوا الاكشن بتاع بعضيهم. وطبعا له انواع كتير، في فيسيولوجيكال وفي كيميكال انتاجونيزم وفي فارماكولوجيكال انتاجونيزم، ليهم تقسيمات كتير جدا. انا مش عايزه اعرف بس ان في حاجه اسمها ايه انتاجونيزم، وان الانتاجونيزم ده ان لما اخد دوايين في نفس الوقت التاثير بتاع كل واحد فيهم بيعاكس الاخر، يعاكس بعضيهم كيميكالي زي النيوتراليزيشن بتاعه الانتاسيدز، فيسيولوجيكالي زي الادرينالين والهيستامين في الانافيلاكتيك شوك. في الانافيلاكتيك شوك سيفير الرجي وهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، بيطلع كميه الهيستامين بكميات كبيره، بيعمل لي ايه؟ البرونكوسبازم وهايبوتنشن. بقى بقوم عكس انا الايفكت بتاع الهيستامين، ان ادي ايه؟ ادي ادرينالين يعمل لي هايبرتنشن ويعدل لي الايه؟ ويعدل لي البرونكوسبازم اللي موجود، يعمل لي برونكو دايلاتيشن. فبنقول عليه فيسيولوجيكال انتاجونيزم. وفي بقى فارماكولوجيكال انتاجونيزم انواعهم كتير برده، مش عايزاه. يبقى انا دلوقتي خدت في الدراج انتر اكشن، في فارماكو كاينيتك دراج انتر اكشن على مستوى الكاينيتك، وفي فارماكو دايناميك دراج انتر اكشن. فارماكو دايناميك دراج انتر اكشن ان الدوايين بيتاخدوا في نفس الوقت وبيساعدوا بعض، تمام؟ هيساعدوا بعض ازاي؟ اديشن، يعني الدواء ده له ثيرابيوتيك افكت واحد والدواء ده له ثيرابيوتيك افكت واحد، فلما جيت خدتهم مع بعض لقيت الثيرابيوتيك افكت اللي طلع لي ايه؟ اثنين. فكان الثيرابيوتيك افكت هو حاصل مجموع كل من الثيرابيوتيك افكت لكل دواء على حد. خلاص. سينرجيزم اللي هو 1 زائد 1 يساوي 3 يساوي 4 يساوي 5، ان بقى النت ريزلت هو مش مجرد مجموع للتاثير، لا ده زياده عن المجموع للتاثير لكل دواء على حد، تمام؟ البوتنشيشن ان دواء ملوش افكت خالص زيرو زائد 1 يساوي 2، دواء ملوش افكت خالص ولما حطيته مع الدواء الثاني بصيت لقيت الدواء الثاني ده الافكت بتاعه زيد. اخر حاجه بقى عكس الكلام ده كله اللي هي انتاجونيزم. انتاجونيزم ان الادويه بتعاكس بعضيها، ان الادويه تتاخد ونبص نلاقي الاكشنز ايه؟ الاكشنز ار اوبوزنج اكشن، الاكشنز معاكسه لبعضيها. وخدنا ان في حاجه اسمها كيميكال انتاجونيزم، وفي فيسيولوجيكال انتاجونيزم، وفي فارماكولوجيكال انتاجونيزم. ده بالنسبه للايه؟
تالت حاجه هناخدها النهارده الروتس اوف ادمنستريشن. والله الروتس اوف ادمنستريشن اما وانا باخد الدواء ده عشان عايزه منه لوكال افكت يعني عايزاه يشتغل مطرح ما خدته، ولا انا عايزاه يمتص ويوصل للسيستميك سيركيليشن ويتوزع على الجسم كله على حسب. والله لو انا عايزه منه لوكال افكت فانا ممكن اخده اللي هو على السكن زي الاوينتمنت والكريم، ممكن اخده باي انفلتريشن زي الحقن اللي بنعمله في التريتمنت بتاع الترايجيمينال نيورالجي، بحقن ايه انفلتريشن اناستيزيا حوالين الروتس بتاعه النيرف السنسوري نيرف زي في التريتمنت بتاع الترايجيمينال نيورالجي بنعمل انفلتريشن اناستيزيا. اورال هو انا ممكن اخده اورال والدواء بتاعي يشتغل لوكال لو ما كانش بيبقى ابسوربد يعني يقوم يشتغل على الجي اي تي مطرح ما انا خدته، ده لوكال افكت يعني انا ايه يعني انا الدواء هيشتغل مطرح ما انا اخدته. زي مين؟ زي التوبيكال الادويه اللي بتتحط في السكن، زي انفلتريشن انفلتريشن اناستيزيا في التريتمنت بتاع ترايجيمينال نيورولوجي. اورال زي الانتاسيدز بتدخل تعادل الحموضه بتاعه الاستومك وبس، ما بتبقاش ابسوربد وتروح للدم وتعمل ايه تبوظ لي البي اتش بتاعتي، نوت ابسوربد وليها لوكال افكت على الجد زي الانتاسيدز. ماشي. الانهاليشن زي مين؟ زي في الناس اللي عندهم ايه عندهم برونكيال ازمه اللي عندهم حساسيه صدر بيبقى معاهم بخاخه كده فيها دواء اسمه دايسوديوم كروموجلايكيت، في كبسوله بيخرج منها الدواء بندخله بيستنشقه العيان عن طريق سبيشال سبين هيلر اسمها ديفايس كده، بيحطها في بقه ويستنشق منها الايه الحبيبات اللي هتخرج من الكبسوله، والادويه دي هتدخل تشتغل ايه على الرئه بس على البرونكايو بس مش هتمتص وتتوزع للايه للجسم كله. تمام. اخر حاجه ريكتال زي مين؟ زي البوس الجليسرين جليسرين سابوزيتوري اللي باخده في التريتمنت بتاع الايه الكونستيبيشن، انا بدخل بمجرد بس تسهيل عمليه الاكسبالشن للايه للاستول في حالات الديفيكيشن في حالات الامساك. يبقى انا دلوقتي الروتس اوف ادمنستريشن بتختلف عن بعضها على حسب هدفي منها ايه، انا هاخد الدواء ده عشان يشتغل مطرح ما انا خدته عايزه منه لوكال افكت، ولا عايزاه يمتص يبقى له سيستميك افكت. عايزه منه لوكال افكت يبقى ممكن احطه توبيكال، ممكن اعمله انفلتريشن انستيزيا، ممكن اخده اورال زي الادويه اللي ما بيحصلهاش امتصار زي الانتاسيدز، ممكن اخده باي انهاليشن زي الدايسوديوم كروموجلايكات في التريتمنت بتاع الاكيوت برونكيال ازمه، ممكن اخده ريكتال زي الجليسرين سابوزيتوري. طب انا لا ده انا عايزه الدواء بتاعي ده يمتص ويعمل لي سيستميك افكت، في الحاله دي هاخده يا اما انترال يعني ايه انترال يعني عن طريق الجي اي تي، يا اما هاخده بارنترال يعني ايه عن طريق الانجكشن. يبقى تاني الادويه لو انا عايزه منها سيستميك افكت يعني عايزاه يمتص ويروح للبلد ويتوزع على الجسم كله، يبقى عندي طريقين، ياخده عن طريق الجي اي تي انترال، ياخده عن طريق الحقن بارنترال. اخده عن طريق انترال يبقى هاخده يا اما انا عندي الجي اي تي عباره عن انبوبه تيوب ليها فتحه من فوق اللي هي الماوس، تمام، وليها فتحه من تحت اللي هو الايه الريكتم الانس. يبقى انا ساعتها الانترال روت عندي يا اما اخد عن طريق الفم اللي هو الاورال، يا اما تحت اللسان اللي هي السابلينجوال، يا اما اخده ايه ريكتال. ويبقى انا كده خلصت الثلاثه روتس اللي هم الانترال ايه الانترال روت اللي عندي. اخد عن طريق الفم كل بقى كل روت اوف ادمنستريشن من دول لازم نبقى عارفين ايه الادفانتج ايه المميزات بتاعته وايه عيوبه الديس ادفانتج بتاعته. الدواء الاورال ايه الادفانتج بتاعته؟ سهل صح؟ كومنلي يوزد اكتر حاجه وسهله كمان، وكمان دايما الادويه الاورال بتبقى ارخص مور موست ايكونوميكال بتبقى ارخص من الادويه الانجكشن. دايما الدواء لو عندي منه صورتين صوره في بتتاخد بالفم وصوره بتتاخد انجكشن بنبص نلاقي صوره بتتاخد بالفم دي الاورال دي ارخص، فيبقى هو اسهل في الاستخدام. انا مش بتاع الحقنه ده هيعوز حد بيعرف يدي حقن ماشي، اما اللي بياخد بالفم ده هو ايه موست كومن. يبقى الادفانتج بتاعته ان هو سهل ماشي سيمبل وموست كومن يوزد، مش محتاجين لحد معين يدينا، ممكن اخد الدواء بنفسي وكمان بيبقى ارخص موست ايكونوميكال. تمام دي الادفانتج. طب والديس ادفانتج بقى؟ لا كتير، مش هينفع في عيان مغمى عليه، مش هينفع في الكوماتوز، مش هينفع في حالات الطوارئ في الامرجنسي لانه لسه عقبال ما يمتص ويتوزع يكون العيان ميت. تمام مش هينفع لو الدواء بتاعي ايريتانت لانه هيدخل يعمل لي ايه نوزيا وفوميتنج وهيبوظ لي ايه يبوظ لي الاستومك بتاعي. مش هينفع لو الدواء بتاعي بيتكسر بالجاستريك انزيمز ماشي، زي مين؟ زي الانسولين. امال انا باخده ليه انجكشن؟ عشان بيتكسر بالايه
بالدايجستيف انزيمز. وكمان مش هينفع لو الدواء عندي بيتعرض لفيرست باس ميتابوليزم كبيره، زي ما احنا قلنا الايه في المحاضره اللي فاتت، يعني ايه فيرست باس ميتابوليزم؟ دي عباره عن ميتابوليزم للدرج بتحصل له بيفور ريتشنج سيستميك سيركيوليشن. فلو انا الدواء بتاعي معروف انه بيحصل له فيرست باس ميتابوليزم بكميه كبيره، مفيش داعي اخده اورال. يعني انا هاخد كميه جرعه كبيره قوي عشان اوصل من جزء منها صغير للدم، وبالتالي ثيرابيوتيك افكت ايه مش هوصل له الا بعد ما اخد جرعات كبيره جدا من الدواء. ما انا كل ما اخد قبل ما يوصل للدم بيتكسر، قبل ما يوصل للدم بيتكسر. يبقى انا الدواء ده اللي عنده هاي فيرست باس ميتابوليزم احسن لي ما اخدوش اورال. تمام؟ يبقى دي الديس ادفانتج، انه نوت سيولابل، نوت سيوتابل في الامرجنسي، نوت سيوتابل فور كوماتوز، نوت سيوتابل فور ايريتانت دراجز، نوت سيوتابل للدراجز اللي بتتكسر بالدايجستيف انزيمز زي الانسولين، نوت سيوتابل فور دراجز كومبليتلي ميتابولايزد باي فيرست باس ميتابوليزم. تمام؟ تاني روت في الانترال روت اللي هو السابلينج، ولا انا احط قرص تحت اللسان، ومشهور بيها قوي الادويه بتاعه الذبحه الصدريه اللي هي الايه النيتروجليسرين. تمام، ايه الادفانتج، ايه الادفانتج في السابلينج والروت؟ دلوقتي سابلينج والروت انا بيدخل الدواء يمتصم سابلينج والروت سيستميك سيركيليشن على طول، ما يعديش بقى على استومك ولا انتستون ولا ليفر، ملوش دعوه بالكلام ده خالص، بيدخل على طول على السيستميك ايه. فانا كده باباي باس ها الايه الفيرست باس ميتابوليزم، بالاضافه انه كمان رابيد ابسوربشن، ويبقى افويد بيه الدستراكشن بتاع الجاستريك ايه الجاستريك انزيمز للدراجز، بقى افويد بيه الفيرست باس ميتابوليزم. بالاضافه ايه، انا خلاص العيان خد تحت اللسان وحس انه ارتاح، والبين بتاع الانجينا بتاع الذبحه الصدريه ده راح، ولسه موجود زياده عندي في بقي، بقوم ايه بيكسبل، كان بي ايزلي ريموفد فروم ذا ماوس. خلاص تمام، دي الادفانتج بتاع السابلينجوال روت. تاني انا ما احط القرص تحت اللسان على طول بيمتص يروح للسيستميك سيركيوليشن، يبقى رابيد اكشن، رابيد اكشن، وباباي باس بي الفيرست باس ميتابوليزم. خلاص، بالاضافه ان الاكسس دراج كان بي ريموفد ايزلي فروم ذا ماوس. امال ايه الديس ادفانتج بتاع السابلينج اللي مش هتنفع لو كان الدراج اللي انا عايزه باخده ده بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز للسابلينج والايه ميوكوزا. يعني لو بيعمل فازو كونستريكشن للسابلينج والميوكوزا مش هيبقى ينفع يتاخد سابلينجوال. ليه؟ ما هو انا قلت ان الدواء اللي بحط سابلينجوال ده بيمتص عن طريق السابلينجوال ميكوزا للبلاد على طول. خلاص؟ فلو الدواء ده بيعمل فازو كونستريكشن الامتصاص هي ايه؟ هيقل. تمام؟ فما بيبقى ديس ادفانتج ايه؟ بتاعه السابلينجوال، انها مش هتنفع للادويه اللي بتعمل فازو كونستريكشن للسابلينجوال ميكوزا. ثالث نوع في الانترال روت ان انا اخد الدواء بتاعي ريكتال. ايه الادفانتج؟ نفس الكلام، انا خدته ريكتال هافويد برده، مش هيعديل على استومك، مش هيعديل على السمول انتستين، هيمتص على طول برده ويروح للايه للسيستميك سيركيليشن، فبقى برده باباي باس بي او بافويد الدستراكشن بالجاستريك انزيم او باباي باس الايه الفيرست باس ميتابوليزم. بالاضافه انه سهل جدا في الاطفال، روت مهم في الاطفال، لو عيان عندي بيرجع وعايزه ادخل الدواء برده عن طريق الجي اي تي، ممكن ادي ايه ادي ريكتاليم، وكمان ممكن اخده في العيان الكوماتوز. تمام، تاني يبقى اخده اولا بباي باس بي الفيرست باس ميتابوليزم، ينفع في الكوماتوز، ينفع في التشيلدرن، وينفع في حالات الفوميتنج. مشكلتي انه لو هو ايريتانت بيعمل ايه، بي ممكن يندوس يطلع لي ايه بوليباي، زوائد كده حوالين الانس ده، لو الدواء اللي انا واخداه ايه ايريتانت. يبقى ده بالنسبه لي الروتس، الادويه اللي ممكن ادخلها عن طريق انترا، عن طريق جي اي تي، يا اما تتاخد اورال، يا اما تتاخد سابلينجوال، يا اما تتاخد ايه تتاخد ريكتال. لو انا عايزه الدواء بتاعي يمتص ويبقى يبقى له سيستميك افكت، ممكن اخده باي انجكشن اللي هو بارينترال اللي هو عن طريق الحقن، وعندي انواع الحقن كتيره جدا جدا جدا. ماشي، وهتاخدوها انتوا في العملي بتاعكم بقى اللي هي الصوره اللي فوق دي، هتعملوها وتجربوها. عندي اول حاجه اللي هو الانتراديرمال، زي مين؟ زي اختبار الحساسيه اللي بنعمله، الحساسيه الناس قبل ما ياخد البنسلين نعمل له اختبار حساسيه ليه، فباخد ايه انتراديرمال او تحت الجلد سبكيوتينيوس. اشهر ده بيتاخد سبكيوتينيوس هو الانسولين. وفي كمان سبكيوتينيوس امبلانتيشن، زي مين؟ زي الهرمونات اللي هي الكبسولات بتاعت ايه بتاعت منع الحمل. وفي كمان ايه، لانها بيفضل الكبسوله دي بتبقى عباره عن بيلت بتتحط تحت الجلد
امبلانت بتتزرع تحت الجلد وبتقلاه كل شويه بنسبه معينه، وبعد ديوريشن معينه تخرج ايه شويه منها، بتقلاه ريليزنج اوف دراج اوفر بيريود اوف سيفرال ويكس او حتى على مدار شهور. تمام، زي دي شفناها في الايه، شفناها في الكبسولات بتاعه منع الحمل، دي عباره عن سب كوتينيوس امبلانت. ماشي، دي عباره عن امبلانتيشن لبلت، البلت دي بتقلاه ريليز للدراج اوفر ايه على مدار اسابيع او على مدار شهور. انتراماسكولار هو حقنه جوه الايه في المصل. ماشي، وساعتها انا لازم يكون ايه الدراج بتاعي ممكن مايلد اريتيشن، يعني يفضل انه ما يكونش اريتنت. تمام، يعني المفروض ان الدواء مواصفات الدواء اللي ممكن اللي يتاخد انتراماسكولار ما يكونش اريتنت، وحتى لو اريتنت يبقى مايلد اريتيشن، يبقى يفضل انه ما يكونش ايه اريتنت، يكون نون اريتنت. وكطبيعه الدواء بقى مسموح الدواء اويلي، ماشي، حقنه زيت، سسبنشن ماشي مفيش مشكله، اكواس ماشي برده مفيش مشكله، يتاخد ايه، يتاخد انتراماسكولار اللي هو في حقنه ايه، حقنه في العضل. انترافينس بقى لا، ما اقدرش ادي حقن الزيت انترافينس، يبقى انا بموت العيان، نقطه الزيت اللي داخله دي هتقفل لي، تعمل لي تبقى امبلوس، تقفل لي بلاد فيزل. تمام، فلازم الدراج بتاعي يكون اكواس، الدراج بتاعي دي شروط، دي شروط الانترافينس روت، الدراج بتاعي اللي هيتاخد انترافينس لازم يكون، لازم يكون ايه، سترايل، متعقم طبعا، ماشي، لازم يكون بايروجين فري، ابقى متاكده ان يعني ما فيهوش ايه بايروجين، واكوس سوليوشن ما يكونش ايه، ما يكونش اويلي، ما يكونش اويلي، يكون مائي، محلول مائي، مش محلول زيت، محلول مائي. طيب ايه الادفانتج بتاعه الانترافينس روت؟ الانترافينس روت زي ما قلنا المره اللي فاتت بتضمن لي 100% باي افيلابيلتي، جزء الدوز اللي انا واخداه ده هي هي اللي توصل للسيستميك سيركيليشن، يعني مدخلاها على الدم على طول، فبتضمن لي ايه، بتضمن لي 100% باي افيلابيلتي، بالاضافه طبعا اميديت افكت على طول في الحال. ولو الدواء بتاعي فيري ايرتنت يتاخد انترافينس عادي، ما اقدرش اخده انتراماسكولار، لكن ممكن اخده ايه انترافينس. يبقى الانتراماسكولار ينفع يتاخد اويلي، الدواء بتاعي يكون اويلي سوليوشن لكن ما يكونش ايريتنت، والعكس في الانترافينس لازم يكون اكواس نون اويلي، ومسموح ان يكون ايه ايريتنت وفيري ايريتنت، ممكن يتاخد عادي. امال ايه الديس ادفانتج الانترافينس روت؟ انا دلوقتي ممكن انقل عدوى في الانترافينس روت، ممكن يحصل ايه حساسيه اسمها انفلاكتيك شوك، ماشي، حساسيه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، في كمان ايه، في كمان بايروجينيك رياكشن، اما خدت موت بكتيريا، ما خدته فتشتغل في الحال وموت بكتيريا كتير، فطلع نتيجه الكيلد بكتيريا دي رياكشن من جسمي، بايروجينيك رياكشن، فتبص تلاقي ايه، تبص تلاقي فيه فيفر في مكان الحانه ذات نفسه، في بين التهاب في الفين، في الليبايتس، في حاجه كمان فيلوسيتي رياكشن بتحصل، لو انا الدواء ده المفروض انه يتاخد ببطء وانا حقنته بسرعه، زي مين، زي ما بيحصل في الامينوفيلين، لو انا خدته بسرعه بيوقف القلب، الامينوفيلين لما يتاخد انترافينس انجكشن لازم يتاخد سلو انترافينس انجكشن، لو خدته رابد يدخلني في ايه، في كاردياك اريست، يوقف القلب، فنقول عليه فيلوسيتي رياكشن. يبقى تاني الديس ادفانتج بتاع الانترافينس رياكشن، اما ان يكون عندي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هي الانفلاكتيك شوك، او الفيلوسيتي رياكشن، او البايروجينيك رياكشن نتيجه ايه افكت بتاعنا رياكشن للكيلد بكتيريا، مكان الحانه ذات نفسه الاقي فيه بين، الاقي فيه فيبرايتس، ماشي، حصل التهاب في الايه، في الفين. في بقى روت تاني اسمه انترا كاردياك روت، زي مين، زي ما في حالات الكاردياك اريست بحقن الادرينالين في القلب على طول عشان الحق افوق القلب ويشتغل، انترا كاردياك. في كمان انترا بريتونيال، زي ما بحقن ايه انجكشن ليه فلويد او دراج جوه الايه البريتونيال كافيتي بتاعي، ماشي، اقول لك ان نغسل ايه في البريتونيال ايه كافيتي اللي بنقول عليها بريتونيال دياليسيس. في كمان حقن جوه الشريان، مش جوه الفين، انترافينس يعني جوه الايه، جوه الوريد، في بقى جوه الشريان هو الانترا ارتيريال، زي ما بنحقن ماده كده اهوت عشان نشوف هو الارتري ده مفتوح ولا لا. تمام، بنحقنها في اللومن بتاع الارتري as close as possible
to the site of action. وممكن الحقن ده زي ما قلت بيبقى diagnostic عشان أشوف شجرة الأرتريس الشرايين دي مفتوحة أخبارها إيه، الدم فيها ماشي ولا مش ماشي، الأخبار إيه. أو ممكن أكون بحقن لإيه، لثيرابيوتيك، لعلاجي، إن أنا بحقن في الحتة دي عشان أفتت الجلطة الموزاية dissolution للكورونري إيه، للكورونري ثرومبس، بديها انترا أرتيريال. تاني بقى انترا أرتيريال بحقن جوه الشريان، بحقن جوه الشريان يا إما حقن دياجنوستيك زي أرتيريوجرافي، بعمل صورة للشرايين في الحتة دي، شوفها إيه مفتوحة مش مفتوحة، ظروفها إيه، الدم أخباره إيه فيها. أو إن أنا أحقن إيه دواء زي ثيرابيوتيك انترا أرتيريال عشان أدوب الكورونري ثرومبس. انترا أرتيكولار من اسمها أرتيكولار، يعني بحقنها جوه إيه، جوه مفصل، زي حقن الهيدروكورتيزون يبقى بحقنها جوه الجوينت كافيتي، زي الهيدروكورتيزون في حالات الأرثرايتس في التهاب المفاصل. وفي كمان انتراثيكال اللي هو الحقن جوه الايه السي اس اف فلويد، دراج بعمل له انجكشن في الساب اركنويد سبيس عشان اوصله فين، للسي اس اف دايركتلي، زي ايه، زي السباينال اناستيزي، هناخد الكلام ده في السي ان اس. وكده تبقى محاضرة.